السلام عليكم. شكون فيكم مستعد يكون في النسخة الثانية لقافلات مغاربة العالم؟ إلا ما كنتيش فاهم تفرج وغادي تفهم. أما الناس اللي عارفين ديجا بقضية القافلة غادي نعطيكم كاع التفاصيل مع الشرح المبسط. نرجعوا بسنة للوراء، أغلبكم عاقل على مسيرة القافلة الأولى واللي كانت بعنوان وطني من طنجة للقويرة، اللي كانت زعزعات الخوانة وخلاتهم يهزوا المقطع ويتهكموا ويديروا الضحكة الصفراء. وطبعا كانوا خداو الجواب من عندي، ولكن خير جواب هو نجاح المسيرة. المسيرة اللي كان أهدافها صلة الرحم بالأقاليم الجنوبية، تمتع بالمناظر الخلابة اللي فيها، تكوين علاقات صداقة مع ناسها والتعرف أكثر على المنطقة. هاد المرة النسخة الثانية تختلف، غتكون بعنوان الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، بحيث البرنامج غيكون مليء بالأنشطة الهادفة إلى تعزيز الروابط الوطنية والمشاركة الهادفة للمغاربة حول العالم. منظم الرئيسي للنسختين المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم برئاسة ليلى خباز. المسيرة بشراكة مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وهذه النسخة الثانية لهم، وكان نسخة أولى بشراكة مع عمالات الدار البيضاء الكبرى. ودابا غادي نعطيكم بعض التفاصيل. البرنامج غينطلق من 3 نوفمبر من مدينة الدار البيضاء إلى 10 نوفمبر. المدن الرئيسية اللي غتضم أهم الأحداث تيزنيت والعيون والداخل. نعطيكم كمثال، غتكون ندوة في المركب الثقافي أمسع حول الاستثمار في المنطقة والتركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية. كذلك حضور الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، واللي غيكون في قصر المؤتمرات بمدينة العيون. ناهيك على الجولات الاستكشافية للمعالم السياحية والطبيعية. دابا نتكلموا على العدد وكيفية المشاركة. غادي يكونوا جوج ديال الحافلات، الأولى الجالية بسعة 49 شخص، غيكون مجاني، غتوفروا مؤسسات الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. الحافلة الثانية بسعة 45 شخص، حتى هو غيكون مجاني، غتوفروا عمالة الدار البيضاء الكبرى، يعني يمكن لأي واحد يمشي ما غاديش يضرب حساب الطريق. بالنسبة للمبيت والأكل بعض الأحيان غيكون مجاني، ولكن أغلب الأوقات غتخلص على راسك. طبعا عندك حرية الاختيار، تبات فين بغيتي وتاكل اللي بغيتي، غير تنضبط مع توقيت المسيرة. تيقولوا سلم جرب، المسيرة كتكون في واحد الجو أخوي عائلي، كنمشيو في رعاية الله لأن الأهداف نبيلة. ثانيا في رعاية الأمن المغربي اللي كيسهل سلاسة المرور وكيسهر على أمن المسيرة. هذا الرقم اللي كتشوفوا دابا هو الرقم ديال رئيسة المرصد. طبعا فيه الواتساب اللي بغى يكون ليه شرف المشاركة يتواصل معها ويعطي المعلومات اللي غطلب منه باش تضبط معاك الامور وتقاد ليك بادج خاص بالمسيرة. كنظل الامور واضحة وسهلناها بالرقم. وغنضيف نقاط اخيرة عن تجربة زيارة الاقاليم الجنوبية، من اروع التجارب اللي دوزت في حياتي، ولو كيكون بعض العناء لطول الطريق، ولكن حلاوة المنطقة وناسها كتنسي كل شيء. ان شاء الله هذه النسخة الثانية ليا وانا من اول المشاركين. طبعا بحالي بحالكم، واللي غيتوفر لكم غيتوفر ليا، وحنا كاملين متطوعين. وان شاء الله وكيف القافلة الاولى نمشيو على خير ونجيو على خير، واللي ما غيكتابلوش يمشي معنا ان شاء الله نشبعك مقاطع من عين المكان وتعيش معنا اللحظة. ومازال باقي النسخ، نكبروا العدد وتكون انت من المشاركين. وصلنا للاخير، اللي عنده شي استفسار ما ينساش الرقم ديال رئيسة المرصد، او يخلي كومونتير نقد نجاوبك. مع تحياتي والسلام عليكم.